واحدة من أعرق وأقدم ساحات اللاذقية، أوغاريت مقصد لسكان المدينة بشكل يومي. يعني بساحة أوغاريت الله. شو بتشتهر ساحة أوغاريت؟ احكي لي ليش الناس دائما بتقصدها لساحة أوغاريت؟ بتشتهر إنها منتصف البلد، مركز البلد، يعني فيها كل شيء، يعني أصدف بلاقي كل شيء. هي أول شيء، وفيها محلات جملة وأسعار يعني أرخص الأسعار بتلاقيها بهالمنطقة يعني. إيه لأنه خالته موجود، الخضرة موجود، اللحمة موجود، الفروج موجود، الأدوات المنزلية مثلا الألبسة، يعني هيك ساحة أوغاريت. طيب ليش الناس بتقصد دائما هي الساحة؟ بيكون فيها ازدحام، محلات تجارية مليانة، احكي لي. هي تقريبا نص السوق معروف فيها الساحة، انه ساحة اثرية فيها اثار. بتذكرها من ايام كانت سينما أوغاريت شغالة. ايه اكيد، وجاي على سينما أوغاريت الحكي من 20-25 سنة اكثر يمكن هذا الحكي. ايه اكيد، بس كمعالم هيدي هي ما تغير شيء، يعني ما في شيء. هون بتكتر المحلات التجارية والناس بتقصد هالمحلات التجارية، شو السبب برأيك؟ معلم هون كان اسمها جوفة الذهب، هي كانت اسمها هون المنطقة جوفة الذهب، لأنه هون كانت المحكمة، كانت المالية، كانت كل فئات الشعب كان يجي يصب هون عنا. يعني هلأ المحلات التجارية كثافة سكانية كتيرة هون، بيعرفوا ساحة أوغاريت، البازار، الجامع اللي فيها، مين ما بده يشتري شغلة بينزل على ساحة أوغاريت. متنوعة المهن فيها، ألبسة فيها، أحذية فيها، أدوات منزلية فيها، أكل فيها، شرب فيها، كل شيء. قديما كان لساحة أوغاريت أهمية مختلفة. سابقا كانت الحارة من هذيك كان سوق السمك، فهون كان سوق العالم كلياتها قبل ما تكبر اللاذقية. وساتها بذاكرتنا من نحن وصغار، بدك شيء بتطلع على ساحة أوغاريت بتشوف فيها كل شيء. يعني اللي بيشتغلوا كانوا بالقصب، ولا كنا ناخذ الموتور من هون لحتى يوصلنا بدل السيرفيس. هذا هو المقصد، يعني هذه هي اللاذقية وهذه هي ساحة أوغاريت بالتحديد. يعني فيها الساحة القديمة تبعت ساحة البلدية، اللي هي كمان كانت الأشغال اليدوية الموجودة فيها. عمر الساحة يمتد لأكثر من 2000 عام. ساحة أوغاريت هي أهم ساحة في مدينة اللاذقية على مدى 2300 سنة من الآن. حتى هذا التاريخ ساحة أوغاريت هي أهم ساحة في المدينة، بالإضافة إلى ساحة الشيخ ظاهر التاريخية. وكانت ساحة أوغاريت هي المركز الرئيسي، وهي تقاطع الشارعين الرئيسيين في مدينة اللاذقية وما يسمى بالتترابيل، وهي الساحة المركزية عادة تكون في المدن اليونانية والمدن الرومانية على كافة أراضي الإمبراطورية اليونانية والإمبراطورية الرومانية. فكانت هذه الساحة هي عبارة عن تقاطع الشارعين الرئيسيين في المدينة، حيث كانت المدينة على شكل تخطيط شطرنجي، اللاذقية وغيرها من هذه المدن. والشارع الرئيسي كان يسمى شارع حاليا عمر الخطاب، والشارع النازل من محطة القطار، وكانوا يسميان دائما الشارعين الرئيسيين في المدينة اتجاه شرق غرب بشارع الدوكمانيس، وشارع جنوب شمال بشارع الكاردو. تبقى ساحة أوغاريت معلما حضاريا في مدينة اللاذقية، وشاهدا على عراقة مدينة الحرف الأول.